احتفظت دبي وأبوظبي بصدارة المراكز المالية العربية الذكية وفقاً لنتائج الإصدار الخامس من مؤشر المراكز المالية الذكية SCI5 الصادر عن مؤسسة زيديان البريطانية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية، ونالت دبي المركز الأول عربياً والثالث والعشرين عالمياً في المؤشر لتقفز بذلك ثلاثة مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في الإصدار الرابع من المؤشر، وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربياً والثالث والثلاثين عالمياً في المؤشر برصيد 670 درجة، محققة بذلك ارتفاعاً قيمته 15 درجة مقارنة برصيدها في الإصدار الرابع من المؤشر.